ايه التفسير يا دكتور وراء التغيرات المناخية الغير تقليدية اللي بتحدث في العالم الآن؟ طبعا ده زيادة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم كله، والظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية مش ظاهرة محلية، وبالتالي احنا شايفين أوروبا وأمريكا الشمالية والهند والصين كله متأثر بهذه الظاهرة نتيجة التقدم الصناعي اللي حصل لمدة 20 سنة فاتت في الثورة الصناعية، وبالتالي ابتدى يظهر أثرها بوضوح في كل أنحاء العالم حاليا. هل الأمر ده بيتضح في أوروبا مسألة شكل تأثير التغير المناخي، ولا احنا شايفينه الحقيقة في أماكن متفرقة متعددة دلوقتي؟ هو دلوقتي أوروبا ابتدت تعاني، قبل كده كان في الدول النامية كانت متأثرة في الصين، فدلوقتي حاليا أوروبا وأمريكا ابتدوا يعانوا من هذه الظاهرة لأنهم هم كانوا السبب الأساسي في هذه الظاهرة نتيجة انبعاثات الكربونية، نتيجة النشاط الصناعي المستمر في هذه الدول، وبالتالي بدأ التأثير يبان يظهر بوضوح خلال الفترة دي، فترة جفاف الأنهار، نهر الراين ابتدى في إيطاليا برضو يظهر جفاف، في أسبانيا نفس الحكاية، في أمريكا في مناطق كتير حصل فيها جفاف للأنهار، وبالتالي ابتدت تعاني القارة الأوروبية من هذه الآثار، سواء كانت معاناة اقتصادية، معاناة في الأرواح، معاناة من جميع الأنحاء، وفي الزراعة، يعني أسبانيا بتعاني في الزراعة برضو آثار اقتصادية كبيرة جدا على المحاصيل الزراعية في أسبانيا نتيجة تغير المناخ. هل دقيق أن القارة الإفريقية أكثر تضررا من عملية تغير المناخ أو تأثيره؟ فعلا في الفترة السابقة كانت كده، ولغاية دلوقتي إحنا في أفريقيا وفي مصر وفي الشرق الأوسط إحنا متأثرين أكثر منها مؤثرين، يعني إحنا بنساهم في الظاهرة بحوالي 6% من الانبعاثات الكربونية في العالم، لكن إحنا متأثرين أكثر الدول المتأثرة بهذه الظاهرة، سواء كانت أفريقيا سواء كانت مصر سواء كانت دول شمال أفريقيا الدول العربية، إحنا أكثر دول متأثرة بهذه الظاهرة فعلا. الانبعاثات الكربونية الحالية اللي ظاهرة، هل دي سببها زي ما حضرتك ذكرتي التطور الصناعي فقط اللي حدث؟ بالضبط، هو التطور الصناعي والاستخدام المواد المختلفة، عندنا حاجتين مختلفتين، طبقة الأوزون واللي حصل فيها والمسمى ثقب الأوزون هو تقليل في سمك الطبقة وليس هو الناس كلها بسميها ثقب الأوزون، لكن هي الطبقة نفسها سمكها قل، وبالتالي الانبعاثات الضارة اللي موجودة الإشعاعات الضارة ابتدت تدخل الكرة الأرضية، المفروض كانت تمنع الطبقة دي بتمنع الإشعاعات الضارة الوصول إلى الكرة الأرضية، نتيجة السمك اللي هو قل هذه الطبقة ابتدت الانبعاثات وتدخل الكرة الأرضية. إيه اللي قلل سمك الطبقة دي؟ الانبعاثات اللي موجوده سواء كانت غاز الكلوروفلوكربونز كلها الناتجه من التكييفات والمواد الناتجه من الصناعه والتقدم الصناعي، وده اللي سبب قللان او القل في سمك هذه الطبقه. في دراسات جديده بتاكد انه طبقه الاوزون معرضه لثقوب جديده، الى اي مدى هذا دقيق، وهل هي المسؤوله عن الوضع الحالي زي ما حضرتك شرحتي، وبالتالي عن حالات وفاه يمكن متزايده؟ طبعا في امراض مرتبطه جدا بطبقه الاوزون، سواء كانت كاتاركت، امراض عيون، او سرطانات الجلد المختلفه، في امراض ظهرت كتير نتيجه وجود الاشعه الضاره اللي هي كانت المفروض تمنحها هذه الطبقه بسمكها المفروض يكون موجود بيه. يعني هي مساله يعني سمك مش ثقوب؟ لا، هي الناس بتسميها ثقب الاوزون، لكن هي سمك الطبقه نفسها قل، وبالتالي ما قدرتش يعني تقوم بدورها في منع الغازات الضاره انها تدخل او الاشعاعات الضاره تدخل الكره الارضيه. التغير المناخي حاجه ثانيه مختلفه تماما، التغير المناخي وجود انبعاثات كربونيه او من ثاني اكسيد الكربون، حوالي 80% من ثاني اكسيد الكربون في اكسيد النيتروجين، في الميثان، في غازات اخرى بتحتبس داخل الكره الارضيه، وبالتالي بتعمل طبقه عازله داخل الكره الارضيه تعمل احتباس حراري تزود درجات الحراره، وزياده درجات الحراره هي المسؤوله بقى عن الجفاف اللي موجود، مسؤوله عن ذوبان الجليد، مسؤوله عن ارتفاع منسوب سطح البحر في الجهات المختلفه، مسؤوله عن حرائق الغابات، فهو الاساس في الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجات الحراره في اماكن مختلفه. يعني حضرتك اشرح لنا ايه العلاقه بين التغير المناخي والاحتباس الحراري؟ هو التغير المناخي هو المسبب للاحتباس الحراري. يعني دلوقتي احنا عندنا نتيجه وجود الغازات المنبعثه، الغازات الكربونيه والانبعاثات الخاصه من الصناعه والنشاطات المختلفه، هذه الغازات المفروض كانت تطلع عن طريق الستراتوسفير الى طبقات الجو العليا، هي بالعكس هي فضلت داخل غلاف الكره الارضيه، ابتدت تزيد درجات الحراره، هي موجوده عامه بس الخلل اللي حصل في النظام البيئي نتيجه الضغط الانساني المتزايد هو اللي عمل الخلل ده، وبالتالي احتبست داخل الغلاف الجوي وعملت ظاهره الاحتباس الحراري. هل زيادتها هو اللي ادى يا دكتوره ان هم فضلوا داخل الغلاف الجوي، ولا في خلل حدث ما ادى الى لا زياده الانبعاثات الكربونيه هي اللي فضلت داخل الغلاف الجوي ما قدرتش ان هي تطلع بره الغلاف الجوي الى طبقات الجو العليا، وبالتالي ده سبب ظاهره الاحتباس الحراري، وبالتالي حصل تغير مناخي.
قبل ما اسال حضرتك عن الحلول وكوب 27 وعدم القدره او الامكانيه للعالم بانه يوفي الكثير من الوعود من اللي حدثت في جلاسكو وقبلها في قمم المناخ المختلفه، هل المناطق الساحليه في مصر اكثر تاثرا ولا المناطق الصحراويه بما ان احنا اصلا معظم مساحتنا صحراويه؟ هي الاولويه في مصر دلوقتي المناطق الساحليه وارتفاع منسوب سطح البحر. هو ده اللي فيه سيناريوهات كتير، خاصه لو درجه الحراره ارتفعت 4 درجات مئويه، ده اسوا سيناريو ممكن يحدث يعني. فاحنا بنحاول نوصلش للسيناريو ده ابدا، لان في مناطق هتغرق سواء كانت في دمياط في اسكندريه على ساحل البحر المتوسط، وبالتالي دي المشكله الاولى المفروض مصر انها تركز عليها الفتره القادمه. المشكله الثانيه هي طبعا التصحر والتأثير على المناطق الزراعية، دي المشكلة الثانية في الأولوية داخل مصر. لكن المشكلة الأولى هي ارتفاع منسوب سطح البحر، خصوصا ان احنا عندنا سواحل سواء كانت على البحر المتوسط على البحر الأحمر، وبالتالي احنا في مناطق وفي مدن جديدة اتبنت على السواحل، في منشآت موجودة هناك، فلازم دلوقتي ان احنا نحاول نقلل الخطر على هذه المناطق. تقليل الخطر ده، هل ده جهد مصري فقط ولا ده جهد عالمي؟ والله هي الظاهرة نفسها عالمية. يعني احنا ما نقدرش لوحدنا، قال احنا مسؤولين عن 6% من الانبعاثات، وبالتالي لو الدول كلها، عشان كده انا متفائله جدا بكوب 27 ان الدول تقعد مع بعض، خاصه ان اوروبا دلوقتي هي جالها يعني لما تكوني حاسه بالمشكله وعندها المشكله حاسه بيها خلاص، هي متاثره زينا بالظبط، وبالتالي هيكون عندهم نيه يعني ان هم يقدروا ان هم يقاوموا هذه الظاهره.